هاي، ازيكم؟ ايه الاخبار؟ انا طالعه النهارده لايف من المركز الثقافي الروسي او البيت الروسي مع دكتور محمد انور. اهلا يا دكتور، ازي اهلا حضرتك؟ بك، سعيد بوجودي معاكم. قولي يا دكتور، ايه رايك في المعرض هنا؟ حقيقة انا متشكر جدا اولا على دعوة الاخ احمد جمال كضيف شرف بالنسبة للمعرض في المركز الثقافي الروسي، ودايما المركز الثقافي الروسي بتبقى المعارض اللي فيه ذات قيمة عالية، فنانين واعمال. والحقيقة المعرض النهاردة فيه كمية اعمال جيدة جدا وممتازة، وبالنسبة للفنانين الشباب فدي حاجة مشرفة جدا للمعرض وللبيت الثقافي الروسي وللفنانين المصريين. طب حضرتك قولي على التكريم بقى النهارده، خدنا ايه في التكريم؟ النهاردة في شهادة إنجليزي وشهادة عربي والدرع بتاع الثقافي الروسي، وأنا بشكرهم جدا وده شيء عظيم جدا. تحب توجه كلمة ايه للشباب اللي طالع، الفنانين الطالعين الصاعدين؟ أتمنى إن هم كلهم يهتموا بشغلهم ودايما يكون عندهم تطلع ان هم يبقوا الاحسن ويعملوا فن او احسن من كده بكتير، على اساس ان هم يكونوا احسن مننا ونجيل يكون فرصه وحظه اوفر مننا. تمام، ميرسي ليك يا دكتور، وان شاء الله نتقابل في معارض تانية جاية. شكرا على اللقاء الجميل ده من فنانة كبيرة زيك. ميرسي ميرسي.